احنا في الستينيات 61 62 ولا حاجه زي ديت، فجاه لقينا معمول اغنيه اللي كانت معموله اغنيه مشهوره قوي جدا يعني بين الاهلي والزمالك محترم صباح، والكاتب الكبير الاستاذ حسين السيد الشاعر الكبير يعني الحقيقه ده واحد من عظماء الشعر في مصر حسين السيد. نشوف كده كانت بتقول ايه صباح ونرجع نفتكر نشوف هنقدر نعمل ده ولا لا. انت اهلاوي انت زملكاوي الاثنين حلوين الاثنين واعين الاثنين جامدين الاثنين هايلين محتارش لمين ولا اشيل مين محتارش لمين ولا اشيل مين جوا جوا عيوني. طيب دي كانت صباح بتغني بين الاهلي والزمالك، الاغنيه دي كانت لما طلعت عملت يعني عملت حاجه جامده جدا في الوقت ده في 61 62، والاغنيه دي كتبها الشاعر الكبير حسين السيد. المفاجاه بقى ان انا جايب لحضراتكم الدكتوره حمده حسين السيد ابنه الشاعر الكبير حسين السيد، وهي خارج مصر وراجعه، هي في المطار دلوقتي بيتكلمنا المطار راجعه على مصر من خارج البلاد. مساء الخير يا دكتوره حمده. اهلا مساء الفل، ازاي حضرتك ابراهيم بيك؟ ازاي انا ازاي حضرتك؟ انا والاستاذ محمد الاهلي منوره. اه والاستاذ وانا معايا الاستاذ محمد الجندي هو يعني المذيع اللامع يعني والراجل الجميل طبعا. قولي لي بقى، قولي لي نرجع بالزمن كده ونفتكر ايه حكايه الاغنيه دي؟ ايه اللي انت والله حكايه الاغنيه اولا تبين لك ازاي الفن كان بيرصد كل حاجه بتحصل في المجتمع يعني كل حاجه، فحسوا ان فعلا كان في نزعه ناحيه التعصب بين الفريقين الكبار في كل الوطن العربي، اي واحد تقابله يقول لك انا اهلاوي او زملكاوي يعني. فحبوا انهم يعملوا اغنيه تضمهم هما الاثنين وتتكلم عنهم هما الاثنين كرمز للرياضه ولكره القدم في مصر. ويتبقى بتغنيها يعني مطربه جميله زي صباح، كانت اياميها على فكره متزوجه من الاعلامي الكبير الاستاذ احمد فراج كمان، وهو طبعا كان اهلاوي يعني. فعمل الاغنيه دي علشان يقولوا الروح رياضيه، انا لسه سامع حضرتك جايب الكوبليه ده، روح رياضيه وحب الهي كنا 27 مليون هاوي. بس هي شفت بقى الفرق. بس كمان في الاخر جميل قوي انها بتقول ايه، الجدعانه مش بس ما بينكم، الجدعانه حدش يغلبكم، لو في غريب فكر يلعبكم، فكروا في الملايين حبايبكم، ما تخلوش الكرة تسيبكم، حاولوا يا أهلي شوف يا زمالك. يعني دخلوا فيها كمان نزعة المنتخب إن الزمالك في النهاية هم المنتخب بتاعنا بتاع البلد. دكتورة قولي لي، يعني أنا عارف ما يقولك، أنت طبعا عارف أنك أهلوية ومهتمة بجد بالكرة، وتزور بقى الدكتور ياسر الهواري الآخر كبير الأهلوية في الأهلاوي. انما انا عايز اعرف يعني مع حفظ الالقاب حسين السيد كان ايه في الموضوع ده؟ والله هو حسين السيد ما كانش له في الكوره مع يعني كاتب الاغنيه الجميله دي، وكاتب قبلها سكتش كوره كله اسماء لعيبه يعني اللي هو بتاع ثلاثي اضواء المصر اللي هو احمد يا صالح حاسب بن زقلوط يعني. ساعتها قعدت والدتي هي اللي كانت بتحب الكوره جدا واخواتي، وقعدهم وقال له عمل جدول كده قولوا لي كل فريق ايه الاسماء اللي فيه، وبقى ياخد الاسماء اللي بتشد كده تجذب الانتباه، وقعد مرتين ثلاثه يتفرج عشان يعرف المعلقين بيتكلموا ازاي وبيقولوا ازاي، وطلع سكتش كوره معروف جدا يعني ونجح. يعني هو ما كانش يعني كتب الاغنيه دي زي ما بيقولوا سماع، يعني هو سمع وكتب او نقل الاحساس، وانما هو عمل حاجه بس حتى اتكلم بطريقه جميله جدا لما بيقول لك ايه، جوه الملعب احنا معاك جنب التلفزيون وياكم، بعدين الجميل بقى حتى الودن كمان عارفاكم، فتح الراديو بتستناكم، زي الغنوه بقت حافظاكم، تاليف اهلي
لحن زمالك. ليه؟ لانه انت ما بتسمع حضرتك اغنيه في الراديو بيقول لك اغنيه تاليف وتلحين. فهو قال حتى في الراديو الودن قاعده وبتقول تاليف اهلي لحن زمالك. فكانت الاغنيه ايه ماسكه دايما الكفتين عشان ما يحصلش التعصب وتحارب التعصب، واحنا ما احوجنا اليه النهارده. جدا ان حضرتك فتحت الموضوع ده يعني. طيب دكتوره بقى، يعني الدكتوره حمده استاذ سحليل على فكره بالمناسبه يعني، انما انت راي حضرتك ايه؟ هو احنا طبعا كانت المساله ماشيه انتماء وبعدين اتحولت تعصب، وطالما دخلنا في التعصب خلاص دخلنا في حته ثانيه تاني. وجهه نظر حضرتك ايه؟ نرجع ازاي؟ والله بص حضرتك، احنا بنسيء استخدام السوشيال ميديا جدا نمره واحد يعني جدا. السوشيال ميديا دي اللي هي الفيسبوك والتويتر والكلام ده والواتساب، يعني بقينا نشير بوستات زي ما بيقولوا وكل واحد يحاول يولعها من ناحيته بدون اي تاكيد وبدون اي تحقق من الكلام. وبعدين اللغه المستخدمه، يعني احنا لازم نبتدي نفكر بجد نعقل، انا مش عارفه ازاي يعني، بس لازم الحاجات دي تقنن، ومش كل واحد عايز يكتب ولا يشير بوست يولع الدنيا. ده فلان قال كذا وده فلان عمل كذا واللعيب الفلاني معرفش عمل ايه، كلها بتبقى بصراحه للاسف يعني اكاذيب او تلفيق وبنجري وراها. وبعدين احنا في النهايه متهيألي من 60 او 70 سنه اللي اهلاوي خد الاهلاوي، زملكاوي خد الزملكاوي، مهما كانت النتائج ومهما خد بطولات او ما خدش، صح ولا لا؟ تمام. نادرا ما حد بيتغير، كل واحد عنده انتماء وولائه لفرقته، ده هي حاجه جميله. وبره برضه احنا مثلا بره تلاقي فريق زي ارسنال ممكن يتغلب، واتغلب مره 5-1 قريب يعني في الدوري. ايه يعني ما قامتش الدنيا وقعدت يعني. طيب دكتورة حمدة، دايما ونتريق ونعمل حاجات تقوم الناحية التانية لازم ترد بنفس الطريقة. فصراحة في النهاية الكل خسران والمنتخب خسران، وكلنا لازم نحط عيننا على ان احنا نكون فرق ناضجة ولاعب ناضج فكريا قبل ما يكون حتى يعني لاعبا، علشان كل ده بيبان في المنتخب يعني. طيب دكتورة حمدة، استاذنا يعني الاستاذ ابراهيم حجازي من الشخصيات العامة في مصر اللي دائما ابدا مشغول بالفكرة دي، بفكرة ارساء دعائم الروح الرياضية في المجتمع المصري ومواجهة التيار اللي فيه تطرف أو تعصب في أي فكرة ومنها الرياضة. شفتي حضرتك المثال اللي النهاردة احنا بنحتذي به شاعرنا الكبير، الشاعر الكبير حسين السيد، انه فكر يلعب دور مهم في مواجهة الفكرة دي وفي تقريب الأمور أو انه الفجوة تزال بين الجماهير اللي منتمية للأندية المختلفة. هل ده دور علينا كلنا، كل الإعلاميين، كل الشخصيات العامة، كل الكتاب في مصر، كل النجوم؟ بالظبط حضرتك، يعني ده دور فعلا لازم الكل يحتذي بيه. زي ما كنت انا بقول ان الناس بقت تتبادل بوستات مهينه للطرف الاخر، يبقى من الباب اولى ان البرامج ما يبقاش عشان واحد اللي طالع ده يعني مثلا نزعته اهلاويه يبقى منحاز قوي، واللي نزعته زملكاويه يبقى منحاز قوي. كمان الاغنيه دي كانت بتستخدم استخدام جميل قوي زمان، انها كانت بتتكرر وبيذيعوا فيها من خلالها، يغيروا يعني يذيعوها ويحطوا اهداف الاهلي والزمالك الجديده. فيا ريت احنا نعمل كده. والقيادات رموز الوسط الرياضي يا دكتوره، يعني رموز وقيادات الوسط الرياضي، قيادات الأندية المصرية، قيادات الاتحادات الرياضية، كل المسؤولين في قطاع الرياضة في مصر ازاي يلعبوا دور انهم يقودوا هذه القاطرة للاتجاه الإيجابي، للاتجاه اللي يحافظ على علاقتنا ببعض كمصريين حتى لو انتماءاتنا مختلفة في أي نوع من الأفكار. والله الواحد مكسوف ان هو يوجه لهم ارشاد يعني، ومكسوف، لكن هم المفروض ان هم القدوة يعني. انا لما يبقى كل واحد بيبص للي اعلى منه، فانا لما اشوف اللي اعلى مني بيتكلم بطريقه مش كويسه وبيتريق وبيهين وكده، اكيد انا هعمل زيه. فالاحساس بالقدوه ده انا مش عارفه ازاي نخلقه فيهم، لكن هو ده اللي المفروض يكون. انت لما تكون في منصب قيادي في نادي او في اي حته، كل كلمه من كلامك محسوب عليك اكيد. فازاي الكلام يترمي كده جزافا ومن غير ما واحد يبقى حاسب عواقبه؟ احنا ده كمان للنشء الصغير دي مأساة يعني. يقول للشخص الكبير شويه ممكن ايه ياخد اللي ياخده ويرمي اللي مش عايزه، لكن الصغيرين دول اللي هم 10 سنين 15 سنه دول يعني سفنجة. شوف اللي حضرتك هتقوله بيمتصوه صحيح، بيتزرع جواهم وما بيخرجش.
فيعني انا اتمنى والله مش عارفه يعني نعمل، انا ساعات عارف حضرتك كنت ساعات بتمنى حاجه يمكن خياليه، بقول مثلا بعد ماتشات التنس بيخلوا الاثنين اللي بيلعبوا بعض بيروحوا يسلموا على بعض، واحنا عندنا في الكوره في بدايه الماتش بنعمل كده. والله بقول طب ليه ما نحطش حاجه زي دي في نهايه الماتش كمان. شكل بروتوكولي جميل لنهايه المباريات. ايه رايك في الكلام ده يا استاذ؟ ما يسلموش على بعض، اتحاد الكوره عندنا يحطها دول، الفيفا مش هترفض يعني. لا ده انت حضرتك في احيانا في مباريات الكاس مثلا في الفريق المغلوب ساعات ما بيقفش ياخد الميداليه. ده عندنا بس يا دكتوره، ده عندنا بس، ما احنا كل بطوله اوروبا بنشوفها، ما احنا عندنا احنا عشان كده بقول عندنا مرض مزمن بعد عنك. احنا الهزيمه مش عار. لا ليه الفرقتين ما يقفوش زي ما ابتدوا بالسلام وسلموا على بعض والحكام الثلاثه واقفين، ليه في النهايه ما يسلموش على بعض برضو قبل ما يدخلوا اوضه؟ فكره والله. والله ليه لا؟ طيب يعني هو حسين السيد من في الستينيات عمل لنا الاغنيه، والدكتوره حمده عملت فكره اهوت بعديها بخمس سنين. تيجي بالسلامه يا دكتوره ان شاء الله، ونشوفك على خير ان شاء الله. شكرا جدا، ودايما قناه الاهلي كده من الاحسن لاحسن يا رب بالنجاح. شكرا جزيلا لحضرتك يا دكتوره. الدكتوره حمده السيد ابنه الشاعر الكبير حسين السيد، شكرا جزيلا لمشاركه حضرتك معنا في هذا الحوار.